مرحبا يا جماعة، فيديو اليوم فيديو غير طبعا. أنا إلي مختفية كتير عن السوشيال ميديا، مختفية عن اليوتيوب كمان أكتر. هذا الفيديو رح تعرف تقريبا ليش اختفيت، تقريبا ليش ما عم بنزل. مش سبب رئيسي ولكن يعني هو سبب إني أنا جيت على أمريكا، جيت عند أهلي عشان أزور أهلي وأزور أصحابي وكذا، أصحابي كلهم صاحبة. طبعا مش ضايلة كتير، ضايلة تقريبا 10 أيام فقط، وهاي هي. فحاليا خليني أفرجيكم كيف إجيت وكيف فاجأت أبوي، لأنه ما كان يعرف، بس أمي كانت تعرف وخططت معها وعملنا هيك بلان عشان نفاجئ أبوي، عشان أفاجئ كمان شخص. طبعا هي ما بتعرف إني جاية إلا سنتين تقريبا مش شايفين بعض، أو حتى أكتر يمكن. أخيرا 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 راح نشوف، راح الله جو طلع الأردن عرفت إني رايحة. وصلت حاليا المطار والبزنس كلاس جماعة، ضروري. انتم متخيلين 11 ساعة في طيارة واحدة؟ ما لي دخل، ما دخلني والله. طلعت بزنس عشان في 11 ساعة طيران، بعدين منوقف بشيكاغو، بعدين كمان 5 ساعات والرجعة نفس الإشي. شوفوا شو جابولي. آخ والله سكر زيادة هيك مزبوط. He's sitting on the driveway, thinking about the past day. It could have gone better. It could have gone better. كيف طلعت وجيت؟ شو هاي؟ منيح اني ما حكيت شغله ثانيه. زي ما شفتوا فاجأت أبوي، طول الوقت كان همه ريما بس ما كانش مستوعب إنه أنا جاية. هذا الحكي كان مبارح بالليل، هلا إحنا اليوم تاني يوم الصبح رح نروح عند رحمة هلا. طيب يا جماعة، هلا حاليا أنا رايحة أشوف رحمة لأول مرة بعد سنتين، وأمي عم تساعدني ونور كمان أختها لرحمة بتعرف ورح يساعدوني هسا عشان بس أوصل عندها فاجئها، وهي ما بتعرف ولا إشي. واللي يومين بطنشيته بتبعت لي إنه يلا بدي أحكي معك بس شو أنا. فقربنا نوصل عندها، هلا رح نروح نشوف. قربنا يا جماعة، قربنا، ضايل 5 minutes وبوصل. قادر أصدق، وال 2 years، سنتين كل يوم بنحكي وحالتنا حالة ومش بدك تيجي وانت ما بدك تيجي. جماعة هاي كانت مدرستي وانا صغيرة لما كنت عايشة زمان بأمريكا بفيغاس. Sunset promote.
بعد سنتين. كيف المفاجأة؟ صراحة يعني أحلى يوم بحياتي. ما حستحل جاي أشوف حبيبي أو إشي زي هيك. لا كل يوم نتعز مع بعض. شبح كل يوم نتعز مع بعض. يلا يا رحمة أنت تعالي. لا يا رغدة يلا يلا رغدة. فخلص قويت حالي أنا نجي أخيرا. بس خلص وعدتني من هون بشهر جاية هيك إشي. إيش متى بدنا نخطب يا عمري يا هندي؟ عشان تعرفوا هاد ب 2000 وايش 18 كان عيد ميلادي 18 صح 2018 ايوه هون بتعليها مره ثانيه الصوره عشان ناخذ زيها هاي تبرزيها طبعا رجعت خطفتها نامي عندي يعني انا ضايله هون 10 ايام 9 ايام انت بتنامي 10 طبعا هي هون 8 ايام اي مش مقتنع ان انا جاي 10 ايام مقتنع ان انا اول يوم ما بنحسب اخر يوم ما بنحسب اول يوم ما بنحسب اخر يوم ما بنحسب فتمن ايام طيب 8 ايام مناح عندنا شغل يا رحمه انا بنام 9 هون يلا على النوم نشوفكم بكره يا صباح الخير ثاني يوم في فيجاس بدي افرجيكم غرفتي اذا بتتذكروها كيف كانت امي حبت تعمل تغيير وهيك عشان ما ارجعش يمكن عشان حكيت لها اني مش راجعه تعالوا شوفوا شو عملت طلع كمان شريت اشياء المفروض انا جاي من سفر انا اجيب لها اشياء لا امي بتفهم العكس هي اللي بتجيب الاشياء تعالوا شوفوا ما شاء الله ونرحب بآن شيوات شخصيا ام المشهوره ام المشهوره رغدة ايوه احكي لنا يا آن شو عامله بالغرفه حولتها لغرفة ضيوف خير ليش إن شاء الله شو قصدك بهالحركة ما أنتي أصلاً مش عايشة عندنا خلاص نومون سوري المايك شكرا ماما على الأشياء اللي جيبيتها تعالي فرجيني شو جبتيني تفضلي شوفوا شو جابت لي أمي طلع هون جابت لي ورد وبلالين وهون جابت لي أشياء هذا من صديق لإلنا بعمل هدول البلايز شوفوا ما أحلاها هذه البلوزة بيجاما ليش ما جبت لي انا ما بحب فيكتوري سيكريت الا شوي شكرا لك عفوا بس هسه ما فكر ما جبت لك شيء احكي لهم لا وانت كمان جبتي لي شيء حلو شكرا ماما على الاشياء الحلوه والمفروض العكس يعني طب انت جبتي لي يا عمري مش جبتي لاكستين ماي فيفرت لا بدناش نعمل اعلانات ببلاش اوكي 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 لاكستين يعني سوري بس شو ثاني جبت لي عطر بربري مو بدون براندز يعني بربري بعتني لي عقد انه حابين يشتغلوا معي اوكي اوكي شكرا مامي بس والله اجيت 10 ايام ازوركم 9 8 هم صاروا وهيك هيك بكون خلص الفيديو تبعي لليوم يعني كان هيك فيديو سريع خفيف لطيف تشوفوا مفاجاه كان مفاجاه لا وكمان استنوا فيديوهات نار لقدام انا ورحمه ومامي واشياء حلوه رح نعملها ان شاء الله بحبكم ديروا بالكم حالكم باي